حدش عنده ضحكة سلف أداري دموعي جواها، حدش عنده فرحة سلف أنا مش عارفني، أنا التوت مني أنا مش أنا، أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوه، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. شفت ايه؟ مين اللي ساجد يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال اهزوا الزومات خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم؟ انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر؟ بتبيعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني. حاجة يا ابني، سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق، قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. الو، بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومة شغالة كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانة ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش، في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوف الكل بكره الساعة 6 عشان يعز. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. أمرك.
وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كانت عدى اسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. انما المرة دي ده كلب متأجر. أنا؟ إيه الغباوة دي يا زوز؟ مطي. ايه رأيكم يا رجالة؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا انا موجودة اهو. انت عارفة مبدأي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا امرك. تعالي هنا مفيش حد غريب. الله مالك متخشبه كده؟ معلش يا باشا انا اصلي تعبانه شويه. هو قديم بس مقبول.